يعني المتأمل في الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي، واقع أليم بكل أسف. يعني في رياح من القنوط، ورياح من الشك، ورياح من اليأس أصابت قلوب كثير من الناس. حتى إن بعض الناس يعني بيقول اشمعنا بلاد المسلمين اللي فيها الأحداث دي كلها؟ ما العالم الغربي عايش مرتاح، فين العزة اللي ربنا وعد بيها للمسلمين؟ يعني اما يبقى بلاد المسلمين فيها يعني كميه التخلف والجهل والحوادث اللي بنسمع عنها والقتل والدماء التي تسفك في الليل والنهار. فيجي يسال في العلماء اللي بيقولوا لنا ان ربنا بيقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، وان ربنا وعد بالنصر والتمكين للمؤمنين، فين الكلام ده كله؟ وفي ناس تانية شككت في اقدار الله سبحانه وتعالى، وفي ناس تانية قالت حتى لو يعني ما قدرتش تعبر بلسانها، قالت بقلبها بعد هذه الاحداث وغيرها، هو ربنا فين من الأحداث دي كلها؟ كلام كبير جدا من الناحية العقائدية. عشان كده لازم نعرف إن زي ما حضرتك قلت دلوقتي وتفضلت، الله سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر. وزي ما يعني فضيلة الشيخ محمد حسان ذكر في حلقة سمعناها جميعا، ذكرنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وأن الإيمان بالقدر خيره وشره هذا شرط كمال الإيمان. سيدنا جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، صحة نعم. فكل تقدير الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان في ظاهره الإنسان يرى في ظاهره شر، إلا أن في باطنه خير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما أن الإنسان لا يحيط بعلم الله كله، فإنه لا يحيط بحكمة الله سبحانه وتعالى كلها. صحيح. فالإنسان ينبغي أن مع كل حدث أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن ذكر لنا موقف، يعني موقف أليم، حادثة الإفك الذي كلنا سمعنا حادثة الإفك، ومع ذلك في هذه الآيات قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فين الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك يتهم في عرضه في السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي التي أحبها من كل قلبه، حتى أن عمرو بن العاص سأله يوما رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحب الناس إلى قلبك؟ قال عائشة. قال يا رسول الله من الرجال، ده أنا قصدي من الرجال، قال أبوها. ثم من؟ قال عمر. آخر الحديث سيدنا أبو بكر الصديق يتهم في شرفه، حتى أنه من الألم قال ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام. السيدة عائشة رضي الله عنها يعني هي الطاهرة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم كل قلب، يتهم في عرضها حتى أنها لم تكد تصدق، تقول أو تكلم الناس في هذا؟ السؤال فعلا فين الخير؟ وربنا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فين الخير بقى؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى أراد بهذه الحادثة الأليمة التي ظن الناس فيها الشر أن يعلم الأمة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما هو بشر. جميل. ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا ينزل عليه الوحي ولا يعرف ماذا يقول، حتى أنه سأل الناس عن خلق عائشة، سأل أسامة رضي الله عنه، سأل علي بن أبي طالب، سأل الخادمة خادمة عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها ما قال، يعني إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب إلى آخر الحديث فاستغفر الله وتوب إليه. كل هذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الحادثة أن يظهر المنافقين الذين يندسون بين صفوف المسلمين. ما هو أنت دلوقتي النهاردة كصفوف المسلمين أنت عارف العدو بتاعك ظاهر، مشرك كافر عدوك واضح، لكن المنافق ده بيعيش في وسطينا، ممكن يصلي معنا في الصفوف الأولى في المساجد، لكن المسلمون لا يعرفونه، ويطعن من ظهرك. نعم، ويطعنك من ظهرك. فالله أراد بهذه الحادثة أن يظهر المنافقين للمؤمنين. ما هو ربنا عارفهم لكن المؤمنين ما يعرفهمش. فبهذه الحادثة عرف المسلمون المنافقون الذين يندسون في صفوفهم. ثم أراد الله بهذه الحادثة أن يظهر مكانة عائشة رضي الله عنها عنده وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. كل ابتلاء وكل شر يقع من ورائه خير كثير، لكن المؤمن ينبغي أن يقرأ الأحداث جيدا. أراد الله بهذه الحادثة، حادثة القطار، أن يرجع الناس إلى ربهم، الناس ترجع لربنا. الناس في غفلة، أنت تعيش وسط شعب، أسأل الله سبحانه وتعالى يرده إلى الحق ردا جميلا، شعب آمن بثورة عظيمة يعني أكثر من إيمانه بلا إلا من رحم الله، فأضاع الله له هذه الثورة حتى يتعلق بالله سبحانه وتعالى. شعب يعني اغتر بوحدته فتفرق. فالله سبحانه يريد أن يربينا بالأحداث. نحن نعيش الآن مرحلة تربية للجميع، للعلماء وللمتعلمين وللجهلاء وكل الناس، هذه مرحلة تربية للجميع. يربي الله سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات المؤمنين. الله سبحانه يقول في كتابه حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. هذه فتنة أراد الله بها أن نرجع إلى الله، وأن يعلم كل إنسان أنه قد يلقى الله في أي لحظة. فكل واحد يتدبر، أنت هتلقى الله على أي حال، ده رايح مسافر أو رايح يطمن على أهله، واللي رايح كذا واللي رايح كذا،
ومش عامل حساب اللحظه دي. اسال الله ان يرحمه ويتقبلهم في الشهداء. طب انت ما انت ممكن تموت على فراشك بدون وده لو كان فضل في البيت ما هيموت اجله انتهى. انا وانت بقى اللي احنا لسه عايشين في الدنيا موقفنا ايه؟ عبره. ما هو دي رساله لينا يا جماعه، لازم نفهم ان حياه الانسان كلها عباره عن رسائل. الرسائل يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ارسل لك الان هذه رساله لي ولك ولكل حي على ظهر الارض في مصر وفي غير مصر. طب انا لو ما تاملتش في هذه الرساله، ما انا في يوم من الايام لو فضلت اتجاهل رسائل ربنا انا هصبح هبقى رساله لغيري، هبقى رساله عشان ابقى عبره ليك وابقى عبره لفلان سواء في الخير او في الشر. صحيح. اما يعني ان تكون رساله عبره حسنه، واما تكون الاخرى والعياذ بالله. صحيح. فكل دي يعني امور خير. صح. نستلمها من وراء هذا الحاجة.